تمضي الدولة المصرية قدما في توجهها نحو بناء مصر الرقمية، استراتيجية محورها الإنسان كأحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة. الآن نشاهد معا فيلما تسجيليا بعنوان مصر الرقمية. في عصرنا الحالي أصبحت تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي هم عنوان لتقدم الأمم ورقيها، وأصبحت المعلومة وسرعتها ودقتها أحد أهم أدوات صناعة القرار. فجاءت توجيهات القيادة السياسية بتأسيس بنية معلوماتية قوية للدولة والتوسع في إنشاء مراكز البيانات لخدمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات بتحقيق حلمنا للوصول لمصر الرقمية. أولت مصر اهتماماً كبيراً بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حرصت في رؤيتها في هذا المجال على تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات وإقامة المدن الذكية وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام الخدمات الرقمية، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي. خطوات واسعة قطعتها مصر بعقول علمائها وأبنائها النابغين في تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، واللي بتتضمن بناء مجتمع رقمي لدعم وتعزيز الكفاءة والشفافية في العمليات الحكومية. لذلك قامت الدولة المصرية بتأسيس أكبر 3 مراكز للبيانات في الشرق الأوسط كنواة لبنية معلوماتية قوية تساعد متخذي القرار بالدولة للتخطيط لمستقبل أفضل ولترشيد الإنفاق الحكومي وتقديم خدمات عالية للمواطنين. وطريقنا في التحول الرقمي بدأ من خلال مركز البيانات الرئيسي الموحد للدولة، واللي تم تأسيسه في موقع محصن مجهز بأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية لضمان استمرارية الخدمات على مدار الساعة، وبيضم قاعات مركزية للبيانات بتكنولوجيا الحوسبة السحابية، ويحتوي على 1327 خادم رئيسي، يشتمل على 1200 راك ووحدات تخزين بيانات بسعة 120 بيتا بايت، وبيقدم خدمات لكافة وزارات وجهات الدولة بإجمالي 50,000 مستخدم. وبتتم عمليات الإدارة والتشغيل لمركز البيانات الموحد للدولة من خلال فريق عمل متخصص من مهندسي ومهندسات التحول الرقمي لتحسين ومتابعة أداء الخدمات الرقمية. بيوفر مركز البيانات الرئيسي الخدمات والتقنيات الرقمية الحديثة في إطار آمن سيبراني على أعلى مستوى من الكفاءة والتقنيات الحديثة. وبالتكامل مع مركز البيانات الرئيسي أسسنا مركز البيانات التبادلي، واللي بيعمل بشكل موازي ومنظم مع المركز الرئيسي لحفظ وتداول البيانات. وتم إنشاء المركز التبادلي بمبنى محصن بمساحة خارجية 45 فدان، ومجهز بأحدث الأنظمة الإلكترونية ومحطة كهرباء خاصة بقدرة 40 ميجا وات ووحدات للتبريد، ويتكون من 4 مراكز بيانات فرعية بسعة 1400 راك وإجمالي 1240 خادم رئيسي بسعة 73 بيتا بايت. وتم تنفيذ أعمال الربط الإرشادي بمسارين مختلفين بين المركزين الرئيسي والتبادلي، والمركز التبادلي متصل بشبكات فائقة السرعة ومصمم ليستوعب 100% من كل المنظومات بالمركز الرئيسي، بالإضافة لصالات ضخمة بمواصفات عالمية لجذب استثمارات مقدمي خدمات مراكز البيانات العالمية. وهنا داخل مركز البيانات والحواسب السحابية اللي تم تأسيسه ليتكامل مع باقي مراكز البيانات الأخرى وتم ربطه بيها بشبكة من الألياف الضوئية، تم تصميم مركز البيانات والحواسب السحابية وبناؤه على شكل عين حورس بمساحة 130,000 متر مربع، واللي بيضم مركز للإدارة والتشغيل وقاعات للاجتماعات والمحاضرات لتدريب المهندسين المصريين على إدارة وتشغيل الحوسبة السحابية الحكومية المتطورة. وتم تأمين المركز بمصادر متنوعة للتغذية الكهربية وأحدث نظم التبريد الذكية. ونبدأ جولتنا نحو المستقبل من مركز الحلول الفنية. هنا شاشات العرض اللي بتقدم المخرجات اللي وصلنا لها بعد تحليل البيانات ومعالجتها. وبنوصل في جولتنا لمركز البيانات المتطورة
اللي بيضم معدات التشغيل وسيرفرات للبيانات بسعة تخزينية بتوصل 40 بيتا بايت قابلة للزيادة. وهناخدكم في رحلة عبر الزمن من خلال النفق الزمني اللي بيشرح لنا عن طريق شاشات العرض رحلة تطور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ناس، اللي تم تخصيص مقر تحكم تبادلي ليها داخل المركز، ويشتمل على صالة تشغيل وخوادم للبيانات. كما يتميز المركز بقدرته على امتلاك مكونين أساسيين: سحابة التخزين الكلاود اللي بيتم من خلالها تجميع وتخزين البيانات ومعالجتها، أما المكون الثاني فهو الشبكة بتطبيقاتها المتنوعة مع توفير سرعة فائقة لمعالجتها وتصنيفها واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليلها. ده غير أنه كمان بيتيح استضافة تطبيقات القطاع الخاص وإتاحتها للشركات الناشئة والصغيرة، واللي هيكون لها مردود إيجابي على تشجيع القطاع الخاص وتوفير عملة صعبة بتتصرف النهاردة في الحصول على الخدمات من مراكز بيانات خارج مصر. في الحقيقة إن كل اللي اتحقق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قفزة حضرية عملاقة اتحققت من خلال تأسيس بنية معلوماتية قوية ومراكز عملاقة للبيانات ساعدت على التحول الرقمي، واللي شهادته كل المؤسسات الحكومية ساهمت في تقديم أفضل وأسرع الخدمات للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية الواعدة في مجال الاتصالات والبنية المعلوماتية. وبالفكر والتخطيط هنحجز مكاننا في عالم التحول الرقمي، وهنفضل نحلم لحد ما نخلي حلم الجمهورية الجديدة حقيقة لكل جيل جديد للوصول لمصر الرقمية.